ينضم إلينا عبر الإنترنت من القدس الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك. شيخ عكرمة، مرحبا بك. ويعني أبدأ معك بهذا السؤال: في يوم عيد الأضحى المبارك فلسطين تنزف دما وجرحا كبيرا من غزة ومن مناطق مختلفة في الضفة الغربية، كيف أو ما الذي تقوله لفلسطين والفلسطينيين في هذا اليوم؟ كيف تهنئهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحن نقدم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى لجميع المسلمين في العالم كله. أما في موضوع فلسطين فلا يخفى على أحد الأوضاع المأساوية والمجازر والقتل المدمر وهدم المساجد والمستشفيات والجامعات، كل هذا يؤدي إلى ثبات المقدسيين بخاصة وثبات أهل فلسطين بعامة على مواقفهم الإيمانية، لأن ارتباطهم بفلسطين هو ارتباط عقيدة وإيمان. وبهذه المناسبة فإن عيد الأضحى يعطينا صورة التضحية، وهذه الرمزية في هذا العيد تؤكد على استعداد أهل فلسطين بالتضحية في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الدفاع عن الأرض وعن المقدسات. وهذا أمر متوقع، وعلى المسلم أن يصبر ويتصبر ويثبت ويتثبت حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. طيب شيخ عكرمة، يعني هناك من يشعر في هذه اللحظات بألم أكثر مما يشعر ببهجة أو فرحة عندما ننظر إلى من استضافوهم زملائنا قبل قليل من داخل فلسطين، من داخل غزة، من مناطق مختلفة، من فوق الركام. منهم أطفال فقدوا ذويهم، منهم نساء فقدوا أسرهم، منهم رجال فقدوا كل عائلاتهم، ويخيم عليهم حزن بالغ وشديد، هذا بالإضافة إلى نقص كل الإمكانات ومجاعة ويعني أوضاع إنسانية ومأساوية صعبة جدا في قطاع غزة في ظل استمرار القصف. كيف لهؤلاء أن يشعروا بالعيد؟ ما في شك أختي الكريمة، ما أحد شعر بالعيد في فلسطين من البحر إلى النهر، لا أحد يشعر، لأن ما يعانيه أهل غزة هو يعانيه ابن القدس، يعانيه ابن الضفة الغربية، فالشعور واحد والأسرة واحدة، وبالتالي ما حصل أي بهجة أو أي فرح أو أي زينة أو أي إضاءة بمناسبة هذا العيد. وإحنا أصدرنا فتوى شرعية بالاقتصار على الشعائر الدينية بالنسبة إلى صلاة وخطبة العيد الأضحى والأضحية، تقديمها لمن يستطيع ولديه المقدرة على التضحية بتقديم المضاحي لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وكذلك المحافظة على صلة الرحم وزيارة عائلات الأسر الشهداء وأسر الجرحى. هذا ما كان عليه في هذا اليوم، يوم العيد. أما قضية الألم والحزن، ما في شك إحنا جميعنا محزونون لما يحصل من كوارث اجتماعية وكوارث إنسانية في غزة، في طول كرم، في جنين، في نابلس، وفي مناطق أخرى في الضفة الغربية أيضا. نعم. طيب، بما أن الحديث هو عن عيد الأضحى وارتباط عيد الأضحى المبارك بشعيرة الحج،
فهناك ما يثير التساؤلات بخصوص أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهو المسجد الأقصى المبارك. هناك انتهاكات يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي، واقتحامات يومية، وتعديات من قبل الاحتلال الإسرائيلي بغية يعني ترسيخ تلك المسألة المتعلقة بأحقيتهم في المسجد الأقصى المبارك. ما هو واجب الوقت في هذه اللحظات، في هذا اليوم تحديدا؟ نعم أختي الكريمة، ما حصل منذ اليوم الأول من الحرب على غزة أن الاحتلال نقل أجواء الحرب من غزة إلى القدس، وعلى التحديد إلى المسجد الأقصى، وأخذ يصدر إجراءات وتعليمات استثنائية وطارئة. وبالرغم من أن سلطة الاحتلال لم تعلن حالة الطوارئ، إلا أن ما تقوم به هي قوانين طارئة حرمت مئات الآلاف من المسلمين من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، في حين فسحت المجال لليهود المتطرفين باقتحام الأقصى وتدنيسه. وهذا الواقع المرير بدأ من أول يوم في الحرب على غزة حتى يومنا هذا. وبالتالي فإن أيام العيد عندنا هي أيام كما قلنا هي أيام حزينة، رغم أن المسلمين حريصون على شد الرحال إلى الأقصى المبارك رغم التضييقات ورغم حرمان الآلاف وخاصة عنصر الشباب، لأن الاحتلال يتقصد الشباب ويحرمهم من دخول الأقصى من البوابات الخارجية وفي صلاة الفجر وفي الصلوات الأخرى. نعم. نعم شيخ عكرمة، الحج والمسجد الأقصى ليس فقط قضية فلسطينية، المسجد الأقصى هو قضية كل المسلمين، وهذا يوم يخص جميع المسلمين. ما هو أيضا، ما الذي يجب على المسلمين في مثل هذا اليوم؟ كيف يمكنهم أن يكونوا دعما وسندا لقضية فلسطين، للمسجد الأقصى، للانتهاكات بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والتي ارتقت إلى جريمة إبادة جماعية؟ نعم أختي الكريمة، من نافلة القول أن نقول أن الأقصى ليس لأهل فلسطين وحده، بل لجميع المسلمين في أرجاء المعمورة. شأنه شأن المسجد الحرام مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، فالمسؤولية شاملة ولا تعفي أحدا، لا حكاما ولا شعوبا. ثم إن هذا العيد هو مناسبة لأن نذكر المسلمين جميعا بالأقصى المبارك، وأن نذكرهم بأن موسم الحج الذي هو أكبر مؤتمر إسلامي يعقد عادة على جبل عرفة، أن يتذكروا فلسطين. وهذا ما قلناه في خلال هذه الأيام، أيام الحج، فلا بد من الربط ما بين الحج وما بين الأقصى والقدس. نعم. طيب شيخ عكرمة، نعم الأوضاع سيئة والأوضاع صعبة على الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن أيضا هناك سنن للفرح، هناك محاولة للفرح رأيناها في كل المناطق الفلسطينية حتى في قطاع غزة. كيف تابعت هذه الصور وهم يذهبون اليوم للصلاة، صلاة عيد الأضحى، فوق الركام في المناطق المدمرة؟ نعم هي صورة فعلا مشرقة ضمن أجواء حزينة، كيف أن المسلمين حريصون على أداء هذه الشعيرة، ففوق الركاب صلوا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالإنسان يمكنه أن يصلي أينما كان، سواء في مساجد معقودة أو في مساجد مهدمة أو في الصحراء أو في البحر، فإنه يصلي أينما كان. فهذه الميزة التي امتاز بها ديننا العظيم، بأنه يصلي في أي مكان، ليس بالضرورة أن يصلي في مسجد مسقوف.
شيخ عكرمة، كنت تتحدث عن محاولة الفلسطينيين وتحديدا في قطاع غزة التمسك ولو بالقليل بمظاهر الفرح والبهجة، وهي سنن يعني نتمسك بها جميعا في العيد، ولكن عندما تأتي من أهل غزة تحديدا كيف تنظر إلى ذلك؟ نعم، هذا يعني في أدائهم الصلوات فوق الأنقاض تمسكهم بأمرين: تمسكهم ببلادهم بأرضهم، وأيضا تمسكهم بدينهم وبشعائرهم الدينية والمحافظة عليها. بارك الله في من يحافظ على أرضه، بارك الله في من يحافظ على شعائره الدينية وإحياء لسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في أداء صلاة العيد. نعم. طيب، أعود بك مرة أخرى إلى المسجد الأقصى المبارك، يعني تحديدا اليوم في يوم عيد الأضحى المبارك كانت هناك اقتحامات للمسجد الأقصى. هذه الاقتحامات تكررت منذ طوفان الأقصى وحتى الآن بغطاء إسرائيلي رسمي. يعني خطورة هذه الاقتحامات التي نحتاج على الوقوف عليها، كيف تراها؟ نعم، الخطورة أختي الكريمة تكمن في أن المقتحمين يقتحمون الأقصى بحماية أمنية عسكرية، هذا يعني أن الدولة هي التي تحميهم، لأن الدولة لو لم تتدخل في حمايتهم لما تجرأ هؤلاء المقتحمون من اقتحام الأقصى، لم يتجرأ أحد أن يقتحم دون حراسة، هذا يعني أن الدولة يتحميهم. والزيادة في ذلك أختي الكريمة أن المتطرفين اليهود أصبح لهم مقاعد في الوزارة الحالية المتطرفة، ويعتبرون أن الوقت وقتهم وأن الوقت مناسب لهم في أن ينفذوا ما يريدون في المسجد الأقصى المبارك. إن لم ينفذوا ما يريدونه في هذه الفترة لن يستطيعوا أن ينفذوا أي شيء فيما بعد، لذلك هم يسارعون بالاقتحامات المكثفة بزيادة أعداد المقتحمين، يريدون أن تزيد فترة الاقتحامات بحيث زيادة الساعات، يريدون أن يؤدوا صلوات تلمودية في باحات الأقصى، رفع العلم الإسرائيلي كأن برفع العلم أصبح الأقصى يهوديا، هكذا يتوهمون. هذه الأعمال الغوغائية لن تكسبهم أي حق، وسيبقى الأقصى هو الأقصى المرتبط بقرار الله سبحانه وتعالى من 7 سماوات، وأن القوة والغطرسة هذه مرفوضة ولن تخدش من كرامة الأقصى ولا من قدسية الأقصى. نعم. طيب، من ينظر إلى هذه الأفعال وينظر إلى مؤسسية هذه الانتهاكات وكونها محمية من قبل السلطات الإسرائيلية، السلطات الأمنية، وبغطاء سياسي يوفره وزراء متطرفين داخل الحكومة ويمثلون واحدة من الأصوات الأعلى داخل الحكومة الإسرائيلية الآن، يتساءل عن موقف الدول العربية والإسلامية بخصوص هذه الانتهاكات. في الحقيقة أختي الكريمة، موقف الدول العربية والإسلامية سابقا ولاحقا لم يتغير في أنهم يصمتون أو يشمتون، ولم نجد هذه المساندة التي تدعم أهل فلسطين في هذا الموضوع، لم تدعم هذه الدول العربية موقف الأردن، نشعر ولم ندرك أنها تقف إلى جانب الأردن ولا تقف إلى جانب المقدسيين مع الأسف. نعم، يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بل وتحصل على نتيجة ذلك أو تحصل على ثمن ذلك من المجتمع الدولي
أنها تحافظ على حرية العبادة ولا تمنع الفلسطينيين من أداء عباداتهم، ونرى أنها تمنعهم ليل نهار من مسجدهم، من المسجد الأقصى المبارك. فكيف يمكننا أن نقرأ أيضا، أو كيف تقرأ أنت هذا المشهد أيضا، مشهد النفاق الدولي، كيف تقرأ؟ نعم أختي الكريمة، منذ حرب غزة تكشفت الأمور أكثر وأكثر، وانكشف زيف الرواية الإسرائيلية، والدليل على ذلك ما يحصل الآن في الجامعات الأمريكية وفي بعض الدول الأوروبية التي تساند القضية الفلسطينية وتستنكر الأعمال الوحشية التي تحصل في غزة. هذه الرواية الإسرائيلية التي تدعي بحرية العبادة هي مكشوفة، والأحداث تؤكد زيف هذه الرواية، وأن الرواية الإسلامية والرواية الفلسطينية والرواية المقدسية هي الرواية الدقيقة والموضوعية والصادقة. ونحن نشكر وسائل الإعلام بما فيها فضائية الجزيرة التي تفضح المجازر والتي توثق الأحداث أولا بأول، فلم يعد هناك أي أمر خافي. قبل ذلك في عام 48 كانت المجازر تحصل في فلسطين، ولكن لم يكن هناك أي توثيق، والعالم لم يعرف، وخدع العالم بالرواية الإسرائيلية. ولكن الإعلام الآن يقوم بعمل مهم وعمل مشكور في كشفه للفضائح بشكل موضوعي وبأمانة مهنية صحفية. نحن مرة أخرى نشكر الجزيرة ونشكر كل فضائية وكل إعلامي وكل صحفي يقوم بواجبه ويؤدي بعمله بإخلاص إن شاء الله. شيخ عكرمة، أختم معك بسؤالي إليك عن رسالتك اليوم. ما الذي تقوله للفلسطينيين في قطاع غزة، وما الذي تقوله للعالم العربي الذي يشاهد لتسعة أشهر إخوانهم من فلسطين في قطاع غزة يقتلون بأبشع الطرق ليل نهار؟ نقول نحن أمة واحدة، أمة كريمة، أمة ذات رسالة، ألا وهي رسالة الإسلام. ونحن في أيام العيد نذكرهم بقضايانا المصيرية التي هي قضية فلسطين، ونحن نؤكد على حقنا الشرعي، نؤكد على حقنا في العودة إلى ديارنا المقدسية. وبالتالي نحن لسنا متشائمين، بل متفائلين بأن الكفة بدأت ترجح لصالح قضيتنا بحمد الله، رغم ما يحصل من المآسي والمجازر. شكرا جزيلا شيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى المبارك، كنت معنا مباشرة من القدس، لك جزيل الشكر.